السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لين عماد شرباتي، المسؤولة لقسم الإعلام في المدرسة. معظم الفعاليات والنشاطات التي تحدث في المدرسة الأمريكية الدولية وجميع الأخبار يتم تغطيتها عبر النادي الإعلامي، والذي يعمل على تزويد القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة بكامل التفاصيل بالصور والفيديوهات، كما يزودها بالأخبار الهامة التي تحدث في المدرسة. هذه الأخبار والأحداث تكون دائماً متوفرة لطلاب المدرسة، الهيئة التعليمية والإدارية، الأهل، بالإضافة إلى جهات المشاركة في الفعاليات المختلفة. شكراً.